العام احنا من 3 سنين عم نطالب بتحسين الظروف المعيشيه للمعلمين. طبعا المعلمين وصلوا لمرحله يعني بصراحه لاخر الشهر يعني سعر او ثمن ربطه الخبز لا يوجد لديهم، فيعني اوضاع معيشيه سيئه جدا، ولحد الان مع الاسف الشديد لم يصدر اي قرار رسمي من الجهات المعنيه ب يعني تنفيذ او خلينا نقول بالاعتراف بمطالب المعلمين. خرجنا نحن المعلمون بوقفة احتجاجية طبعا لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة حتى تحقيق كامل مطالبنا. طبعا نحن الرسالة لن نوجهها إلى المسؤولين لأننا لم نعد نرتجي منهم خيرا، إنما نوجه رسالتنا إلى أهل الطلاب، إلى وجهاء هذه المدينة من أجل الوقوف صفا واحدا إلى جانب المعلمين لتحقيق مطالبه. الحراك مستمر ونحن مصممون ومستمرون في حراكنا وفي المطالبة بحقوقنا من أجل العيش بكرامة. أما بالنسبة للاستجابة من الجهات المعنية لم تكن أي استجابة هناك، حتى على يعني على المستوى غير الرسمي هناك بعض الوعود أصفها بالخجولة، وهناك بعض المسؤولين يحاولون أن يمارسوا الاستبداد والاستفزاز للمعلمين، فليست هذه الإضرابات إلا درس كبير ودرس عظيم لكل الطلاب بل لكل أولياء الأمور بل لكل المجتمع، على أن هذا الدرس عنوانه العريض هو علينا أن لا نسكت على الظلم، علينا أن نطالب بحقوقنا.